عرفت ان في تمثال جديد هينزلوه فحبيت اشارك. انا اوريدي يعني ساب دراستي وسايب يعني مفرغ جزء من وقتي علشان اشارك. بس بعد ما وصلنا والمفترض ان احنا ننزل التمثال لقينا ان لا مفيش نزول تمثال. طب يا جماعه الوقت والمجهود دوت، طب مش لاقي سبب يعني نسال ايه السبب طيب ان احنا مش هننزل التمثال؟ مش لاقيين اجابه. التمثال ده كميه عدم التعاون اللي فيه غريبه، انا مش عارف سالت على الارض بقالي حوالي سنه. الاجراءات الحكوميه الورقيه المكتبيه، المخاطبات الكتيره، يعني عدم السرعه في الاستجابه، فبالتالي ده بيعطل المشروع في كل من كل نواحيه، واحنا نفسنا بيقصر. فكان الفكره ان في اماكن كتير صحراء تحت المايه فاضيه، لو اتحط فيها اشكال تجذب الغطاسين فيبقى غطسات بديله تقلل من الضغط، من ضغط على الشعاب المرجانيه الطبيعيه، فبالتالي تقدر تريكفر، تقدر تستعيد حيويتها تاني. نزلنا لحد دلوقتي الحمد لله 6 تماثيل، واحنا في غضون في اجراءاتنا ان احنا ننزل ان شاء الله التمثال السابع. بعد ما التماثيل نزلت بقت تدينا فرصه اكبر كمدربين ان احنا نوري الستودنتس حاجه ما يقدروش برضو ما ان هم يضروها. التمثال احنا حاطينه اي نعم ارتفيشال وكل حاجه، بس بيديهم نظره، بيتفرجوا على حاجه، بيخلي الكورس اللي هم بيتعلموه مور فن. متوقع ان من 10 ل 30 ل 70 سنه الجايين الشعب المرجانيه في البحار على مستوى العالم كلها تكون ماتت. اللي هيبقى الامل الوحيد للعالم البحر الاحمر والخليج العربي، عشان ده الدايف سايتس اللي هتصمت شويه، فممكن منها تتجدد الشعب المرجانيه في اماكن اخرى. خلال ال5 سنوات احنا قيمنا بصوره جيده بعد اول مرحله وثاني وثالث مرحله، ولقينا فيها ردود افعال جيده، يعني بدات الاسماك تستعمر المكونات بتاع اللي هو اللي نقدر نعتبره ريف صناعي زي تجربه اتكررت في دول كتير من العالم. بدأت تستعمره، بدأت الشعاب يرقاتها تستقر عليه، فكان المردود بتاعها إيجابي. فأنا بطالب إن احنا تكون في نوع من أنواع الفلكسبيليتي أكتر في التعامل أو كده، وإجابات واضحة، ما نكونش لا هو مش هينزل، طب ليه ما فيش إجابة.